أهلا بكم. بالعام 1989 زعم راهب روسي أنه بإمكانه إيقاف قطار شحن بالإيحاء فقط، وليثبت نظريته بالفعل وقف على السكة بوجه القطار واستخدم الإيحاء ليوقفه. القطار طبعا دعسه وكمل طريقه. أمس انسحبت روسيا من معاهدة نيو ستارت، وصار من حق الناس تتساءل هل يعني ذلك إمكانية قيام حرب نووية بعد انسحاب روسيا من معاهدة نيو ستارت؟ قيل وما معاهدة نيو ستارت؟ الحقيقة الموضوع مو سهل أبدا، وصار بدها قهوة سادة أيها السادة. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، واللي صاروا لاحقا أكبر قوتين نوويتين بالعالم بعد ظهور ما يسمى بسباق التسلح النووي بين هالقوتين العظمين. فشرعوا مكتورين الخير بإنتاج وتكديس الرؤوس النووية على قواعد أرضية وبغواصات نووية بالعشرات، بعدين بالمئات، بعدين بلغت الآلاف. لكن سرعان ما اكتشف كل من قطبي العالم هذاك الوقت أنه صار واحدهم عنده أسلحة نووية مو قادرة تدمر الثاني نهائيا، بل قادرة تدمر كل دول العالم شي 30-40 مرة. قالوا طيب على شو كل هالتكديس للسلاح النووي؟ بكفي ندمر العالم مرتين ثلاثة، يعني بلاها المصروف الزايد. واتفقوا يخفضوا الأسلحة النووية اللي بيمتلكوها بحيث ما تتجاوز سقف 6000 صاروخ نووي موجه، والصواريخ العابرة للقارات انه بكفي 2500 لكل واحد. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تم تجديد المعاهدة بين امريكا وروسيا يلي ورثت كل القوة النووية للاتحاد السوفيتي، ووقعوا هدول الاثنين يلي رغم قيل عنهم انهم شديدو الولع بالمشروبات لدرجة انه معظم الوقت دايخين، بس كانوا دايخين لحالهم وما دوخوا العالم معهم. وقعوا على معاهدة اشتملت المعاهدة الثانية على تفكيك الرؤوس النووية وخفضها تدريجيا حتى العام 2003 لتصير بس 3500 رأس نووي لكل منهما. معاهدة ستارت 3 أو نيو ستارت تم توقيعها بالعام 2011 مثل هالأيام بفبراير، والتزمت بموجبها واشنطن وموسكو بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأس نووي استراتيجي و700 فقط من الصواريخ العابرة للقارات، وسمح كل طرف للآخر ب 18 عملية تفتيش سنوية لمنشآته وقدراته النووية للتأكد من التزامه بالمعاهدة. وآخر مرة بالعام 2021 تم تمديد المعاهدة لغاية 2026، وبالأمس بس أعلنت روسيا انسحابها منها، أو كما قالت تعليق العمل بالمعاهدة. هلأ الانسحاب من المعاهدة بيعني طبعا أن روسيا لم تعد ملزمة بالكشف عن قدراتها النووية، لكن بدنا نلاحظ أنه الانسحاب من معاهدة ثنائية ومثل انسحاب بريطانيا مثلا من الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي رح يظل قائم حتى بعد خروج الإنجليز منه، لكن المعاهدة الثنائية بتنتهي بس يخرج واحد منها. طبعا ما رح تظل الولايات المتحدة ملتزمة فيها وتسمح للمفتشين الروس يراقبوا قدراتها النووية. وهون مكمن الخطورة، انه العودة لسباق التسلح النووي المفتوح، والاهم او الاخطر انه تعليق العمل فيها اجى حسب قول بوتين بسبب انه الغرب يسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، اي انه الرد الروسي على اقتراب روسيا من الهزيمة هو بالتحديد بالورقة الأخيرة اللي هي ورقة النووي. هي الحقيقة مهما حاولنا نجملها على الأرض، أكيد روسيا بالحرب التقليدية ما فيها تحقق إنجاز، مو بس يعني مو بسبب قوة أوكرانيا، بسبب الدعم الغربي العسكري اللامحدود وعلى رأس الداعمين الولايات المتحدة يلي بتطور مفاجئ. حضر بايدن نفسه ذاته لكييف وأعلن المزيد من الدعم، والأهم أن القادة الغربيين أجمعوا على عدم السماح لروسيا بتحقيق انتصار، وهالشي بإيدهم فعلا، لأن لا يمكن للسلاح الروسي أو الجيش الروسي بالغا ما بلغت قوته الانتصار على الآلة العسكرية الغربية بسبب الفارق التكنولوجي وأيضا فارق العقلية بإدارة الصراعات. عم نحكي طبعا بالحرب التقليدية، أما النووي فإله قواعد وتوازنات مختلفة، مشان هيك كان الرد الروسي على هالخطوة بالذات هو التلويح الفعلي بالكرت النووي، ولأول مرة بشكل عملي، يعني مو بس مثل قبل ببعض التصريحات الملغومة ورفع الاستعداد النووي، بل بخطوة رسمية
وهي الانسحاب من معاهدة وقف سباق التسلح النووي. بس هل فينا نعتبر أنه هي خطوة حقيقية؟ وهل بالفعل هالمعاهدة أصلاً إلها كل هالقيمة الكبيرة؟ بالحقيقة يقال أنه اتفاقية ستارت الأولى كانت من أطول وأعقد الاتفاقيات بالعالم، وأخذت وقت كتير بالصياغة والمفاوضات والمباحثات، وأنا برأيي أنه ضوعوا وقتهم بالتفاوض وكتابة المعاهدات، لأن هالاتفاقية ما بتساوي الحبر يلي انكتبت فيه طالما ما في قوة ملزمة فوق نووية تقدر تجبر البلدين على الالتزام بالمعاهدة. رح أجيب لكم مثال بسيط لمعاهدة بنفس قوة وإلزام معاهدة نيو ستارت. كنا نجتمع بالحارة ونلم فريق لنلعب كرة قدم ونتقاسم اللعيبة، وإذا اختلفنا على لاعب مهم، كان عنا لعيبة مهمة يعني أهم من رونالدو وميسي، كان عنا لاعب اسمه سبسبي بيسجل سوبر هاتريك أول 3 دقائق من المباراة وما بيخلص الشوط الأول إلا ومسجل له 12-13 هدف. المهم كنا نختلف على سبسبي فريق مين، مفاوضات وتقسيمة ولنحلها. كنا نلعب جوسفرد، ما كانت مشهورة على أيامنا حجارة ورامس. وبعد ما نتفق وشي إنه نبدأ نلعب، صاحب الطابة ياخد طابته ويروح. أمريكا وروسيا هن أصحاب الطابة، وكل واحد فيهم أنت ما بيحب بياخد طابته وبيحرد. وبالنسبة للتقسيمة أو الاتفاقية بلوها وشربوا ميتها، يعني مثل الدساتير بدول الموز يلي اجتماعات ومؤتمرات وتفاهمات لحتى يكتبوها، ووقت ما بتناسبهم بخمس دقائق بتتعدل. إيه نعم، دمتم بخير، بلا نووي بلا بطيخ، صب عمي صب. إيه نعم.